والمنظومه الالكترونيه بالناحيه العسكريه الاولى. وتندرج هذه الزيارة في إطار حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على المتابعة المتواصلة لأداء مؤسسات الإسناد، لا سيما تلك المتخصصة في تجديد وصيانة مختلف المنظومات. بعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى واللواء إسماعيل صديقي المدير المركزي للعتاد، استمع سيد الفريق أول لعرض شامل عن هذه الوحدة الهامة قدمه قائدها قبل أن يلتقي بإطارات ومستخدمي المؤسسة، حيث ألقى كلمة توجيهية أكد في مستهلها أن تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية وعصرنة وتطوير مختلف مكونات القوات المسلحة يشكل أحد الركائز الأساسية التي يبني عليها الجيش الوطني الشعبي.